يسجل الركلة الأولى لسوريا أم كيوان لديه رأي آخر؟ ركلة الجزاء الأولى لسوريا أحمد يحطها يسجلها أحمد وتصبح الأمور 1-1 1-1 تسديدة بتسديدة الموجودة ممكن نشاهدها ونتابعها لكن هذا الكورة اللي صار للعربي تحت الراس أحمد صالح حط الجول الله من ارتقاء جميل براسية غير عادية ورسلتم مشاهدينا ومشكلة كبيرة موجودة ورا في الدفاعات في نادي الرمزة فيها 56 من عمر المباراة هذه الأغنية جميلة جدا ارتقاء راسية من أحمد الصالح فين المدافعين فين المدافعين غايبين شايهين مش موجودين تمركز غير جيد وفرجة ومثل يسبح صابرة حكم ايه زويت فرر خلصت المحاولة تصويب حفرة الله سنواتي القادمة القريبة وليس بالبعيدة بالتحديد كرة تعود من ركلة حرة لمصلحة الوحدات كرة قطص عالية والرأسية هنا كادت من حسن عبد الفتاح على تنفيذ الركلة الركنية حمزة يرسلها كرة عالية والإبعاد يأتي من مدافع نادي العاد تنقل هذه الكرة 20 دقيقة مضت وصلت من الطرف الأيمن التقدم والوصول بعد ذلك العرضية لا تأتي لكن في الأخير تحولت إلى خارج مجددا بتروح عند حسين دقيقة عم بعيدها للخلف عند أحمد الصالح عم بيلعبوا بكل رواء مدافعين فريق العهد يعني كنا شاهدنا دوب يلعب كرة طويلة داخل منطقة الجزاء مقطوعة من أحمد الصالح الصخرة الدفاعية العصور بعيدة للخلف عند أحمد الصالح أحمد الصالح بيتقدم بيلعب لعند حسين دقيق حسين دقيق لعب بيها الأسمراني اللي سجل ثالث الأهداف في هذا المساء لأن يحضر نفسه من أجل هذا اللقاء كرة تصل في نص الميدان ما قول هذه الكرة أيثم فاور يحل لفريق الأنصار مقابل وحدة لفريق العهد أجمالي يطلع بس تنقل من الطرف الأيمن عادت هذه الكرة مرة أخرى لفريق العهد وصلت جديدة يا لبيا مهمة جديدة يا لبيا وهذه كرة ملعوبة مرات تبقى تعود لمصلحة مع فريق تراب وتحديدا عبد الله مغربي الكرة أمامية داخل منطقة الجزاء وتسديدة أولى وراح تنتهي ركلة ركنية ورايدك تبكي يا سوري
لا بالعهد على القليل بتسجيل هدف التعادل قبل صافرة النهاية نهاية الشوط الأول مقطوعة من علي حديد اليوم كل لاعبين مهاريين قدروا فوزوا لاعبي العهد ايضا بغياب حيدر مع الكره ايضا الراسيه من احمد الصالح خلينا نقول هي الكره الاخضر في المباراه الكره العرضيه اللي لعبها المواس رمسي يرفع الكره للزوينه يلا صالح شوفها بالراس ترجع مره اخرى خطيره الشوط الاول مدرب أويو سوس سنشاهد في شوط المباراة الثاني ما هو النهج الذي سينتجب لصالح المنتخب اليمني في أربع دقائق وجبة ضايعة هذه خطرة خطرة بالطول أقرب لها سالم عوض الخط الخلفي للعب تمريرات واحدة اثنين حتى الآن المنتخب المالديفي